الذي يقترح من وزارة الموارد المائية لدرء الخطر؟ درء الخطر طبعا هو حصري إلى أقل ما يمكن، حصري إلى أقل ما يمكن واستفادة من عنده. نحن بدنا نستفاد من عنده بالأهوار، نحن بدنا نعيد الأهوار الشرقية 100% أعيدة، الأهوار الوسطى والغربية تقريبا 75%، عندنا مجال بعد 25% من هذه الأهوار أنه نعيد، إضافة أنه مو فقط أغمار، أغمار ورفع منسوب، وهذه هذه هذه يعني مكسب للعراق. حرامات يعني قطرة مي تروح للبحر. نعم. صحيح نحن نتضرر بعض المزارع، وأنا سبق أن قلت وهسه السيد الأمين عام موجود والسيد وزير الزراعة عام موجود. خلينا نفرض أنه الإخوان اللي زارعين وكأنه حاصدين مبكر. نعم. وفلوسهم راح تجيهم وكأنه سلموا. الأكثر تهديد الآن خطرا من هي المحافظة المدينة الأكثر تهديدا جنوبا أقصد وسطى جنوب؟ إن شاء الله ما تتهدد مدينة، بدنا نحسب كل الحسابات. عندنا بعض يعني بعض القنوات قد تمتلئ شويه اكثر، ولكن ان شاء الله ماكو ضرر كبير. بعض الاضرار الماديه واللي احنا جايين اصلا حتى نطمئن الناس انه نعوضهم. نعم معالي الامين.